في نقطة خطة الإصلاح الإداري، حضرتك يمكن دايما تقول إنه خطة الإصلاح الإداري هي مش مسؤولية فقط الحكومة أو مسؤولية الدولة، لا، مسؤولية الأفراد أو المجتمع والدولة. طب هنا إحنا عرفنا يعني دور الدولة في هذا الموضوع، المجتمع دوره إيه؟ دور المجتمع دور كبير جدا. أول حاجة المبادرة، خليني أكلم حضرتك على حاجة إحنا عملناها لطيفة جدا اسمها اخدم بلدك بفكرة. يعني في مبادرة احنا عملنا مبادرة اثناء وجود فترة الاجازات الاستثنائية، فحبينا نستثمر وقت الزميلات والزملاء والمواطنين كلهم في الجهاز يعني في الدولة المصرية، وطلبنا منهم لو سمحتوا قولوا لنا لو عندكم افكار في كيفية الاصلاح. اخدم بلدك بفكرة، واحنا هنعلن قريب قوي قوي، جاتنا مجموعة من الافكار. يعني كان في تجاوب؟ نعم كان في تجاوب، كان يعني عندنا تقريبا كان في حوالي 600 وشوية فكرة، حوالي 624 فكرة. يعني طبعا صفينا الافكار، بعضها مطبق بالفعل، بعضها الجهات اخذت فيه خطوات، بعضها طبعا يعني يحتاج الى كثير من التدقيق علشان يبقى مطبق. وفي الحقيقه احنا يعني حصل مشكلين لجنه متخصصه صفت الافكار دي كلها وراجعتها ودققتها، وهنعلن قريبا عن الجوائز للزميلات والزملاء المواطنين والمواطنات، لان ده كان مفتوح لكافه المواطنين. فطبعا يقدر يساهم المواطن كتير جدا جدا. المرصد اللي اطلقته وزاره التخطيط انه قول لنا ايه المشروعات اللي عند حضرتك وايه الحاجات اللي انت فكره موازنه المواطن، انك انت تبقى شريك وتقول لي ايه اولوياتك. ما انا عايز اسمع منك برضو، يعني دي كلها حاجات بتعبر بيها يعني يعبر بها المواطنين عن اولوياتهم، وبالتالي من الممكن انها تؤخذ في الاعتبار وتدرس ونشوف ازاي يبقى في تشارك في هذا الشان. ملف الترقيات والتسويات من الملفات اللي ممكن نقول عليها انه هناك الكثير من الاشكاليات حوالينا. وطبعا التسويات الوظيفيه مختلفه تماما عن الترقيات. نبدا بملف الترقيات. ايه اللي تم فيه حتى الان؟ الترقيات طبعا يعني الترقيات ماشيه بانتظام، اعتقد في يعني لا اكون مخطئ ولا يجانبني الصواب اذا قلت انه في رضا عام فيما يتعلق بملف الترقيات دلوقتي. يعني لانه حصلت حركتين للترقيه، حصلت قانون الخدمه المدنيه صدر في 2/11/2016. صدرت اول حركه ترقيه في 1/9/1/7 سنه 19، وصدرت الحركه الثانيه في 1/7/20. فالزملاء والزميلات يعني اترقوا، يعني كل من هو مستحق الترقيه اترقى سواء في 1/7/19 1/7/20. وفي الحقيقه الجهاز عشان تيسير على الجهات وتيسير على الزملاء والزميلات عملنا ابلكيشن. الابلكيشن سنه 19 انا اعتقد في جوجل كان واخد تريندنج، لانه حوالي 10 مليون شافوا الابلكيشن ده. وفي 2020 انا اعتقد الرقم تخطى 8 مليون. الزميل او الزميله يقدر يحط بياناته الاساسيه في الابلكيشن يشوف اذا كان هو مستحق الترقيه ولا لا. وبالتالي الجهات نعم، وعملنا سي دي للجهات كلها بحيث انها تحط بيانات الموظفين كلها يطلع لها نتيجه الابلكيشن. كان زمان حضرتك بتتعمل يدوي ويتعمل على الورق وتاخد وقت طويل جدا جدا جدا، فتبقى الترقيه مستحقه في سنه معينه هو بياخدها بعدها بفتره طويله، بعد 10 سنين بعد ما يعني بعد فتره يعني اوتوماتيك، فيقدر يعني بسهوله. نعم بسهوله جدا. والناس ودي لاقت يعني اتمنى الا يخونني التعبير، لكن لاقت قبول كبير بين الزميلات والزملاء العاملين بالجهاز الإداري. يعني مفيش ترشيد في الانفاق في الوقت الحالي؟ ده ملهوش علاقه بالترشيد الانفاق، ده ملهوش علاقه، لان ده اجراء مستحق قررت الدوله المصريه والحكومه المصريه هي اللي قررته في جلسه 2/4/2020، وقالت انه حركه الترقيات تبدا من 1/7، وبالفعل بدات.